السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير كيف العاده. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا واحد الحريشه بالحليب كطيب في الفران، سهله ما كتاخدش وقت كتير. غنحتاجوا فيها ان شاء الله واحد نصف لتر حليب، نصف كيلو ديال سميده رقيقه، جوج ساشيات ديال خميرة الحلويات، واحد القبيصة ديال الملحة، معلقة كبيرة ديال العسل، كاس صغير ديال سكر حبيبات، كاس صغير ديال زيت نباتية. كيف ما كتشوفوا معايا، غادي ناخد سميدة نزيد ليها القبيصة ديال الملحة، غنزيد خمارات ديال الحلويات، وما غاديش نستعمل الخمارات بزوج، غادي ندير خمارة أونص. كنزيد داك الكاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، معلقة ديال العسل. كنحاول نخلط كاع هاد المكونات ونجمعهم كيف ما غادي نشوفوا معايا، بحال كنبسس ديك السميده غير بهاد المكونات. هنشوفوا حتى ينسجم الخليط كيف ما غادي نشوفوا. كيرجع لهاد الشكل، وغادي نبدا كنزيد في الحليب. الحليب كيف ما قلت كنستعمل نص سيترو ديال الحليب. انا بقى غير كنجمع بحال هكا، كيف ما قلت راها ما كتدلكش نهائيا، غير كنجمعوها. صافي، كناخد واحد الطراب يدوي كنحرك به تقريبا واحد 3 دقائق. كناخد الطاجين ديالي، كندهنو بالزيت ورشو بالسميدة، وكنصب الخليط اللي كيكون على هاد الشكل، ماشي خفيف وماشي ثقيل. غادي ندخلها الفران، سخنته من قبل، ونعاودو نتلاقاو. الحريشة ديالي ها هي واجدة كيف ما كتشوفو، كتاخد في الفران تقريبا واحد نصف ساعة، كتجي على هذا الشكل. كنتمنى هاد لا فيديو ينال اعجابكم، وما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد.